السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة نادى السيدة بسرور بالصف الخامس الابتدائي، مدرسة الزرقاء الابتدائية المشتركة، إدارة الزرقاء التعليمية بمحافظة دمياط. أنا جيت النهاردة عشان أعرض معاكم إزاي نعمل مشروع البحث بطريقة سهلة وبسيطة لدكتور طارق شوقي عمله لينا بديل لامتحانات الترم الثاني عشان الظروف اللي بتمر بيها البلاد بسبب فيروس كورونا. إزاي بقى هنعمل البحث؟ عندنا في المرحلة الابتدائية الوزارة محددة لنا 4 مشروعات، كل واحد مننا يختار منهم واحد يكتب عنه، والأبحاث دي هتبقى عن السياحة والمية والطاقة والصحة. كل مرحلة وليها عدد وكم معين. أنا مثلا في 5 ابتدائي اخترت إن أكتب عن المية. طبعا هيبقى بحث واحد لجميع المواد، مش بحث واحد لكل مادة. بالنسبة لبحث صف الخامس الابتدائي الوزارة محددة 4 عناصر اتكلم عنهم، ما ينفعش مثلا ولا ازود ولا نقص منهم حاجة. اول حاجة بقى هنعملها في البحث لازم اختار عنوان جذاب وشيق للموضوع، يعني للبحث. يعني انا مثلا اختار مثلا الماء سر الحياة، او لا حياة بدون ماء، او نقطة ماء تساوي حياة. وبعدين هنبدأ في المقدمة، هنكتبها بقى من 40 ل50 كلمة، والموضوع نفسه هيبقى من 400 ل500 كلمة. ده طبعا الموضوع ده هيبقى من كل مجمع من كل المواد، واللغة الإنجليزية هتبقى من 15 ل30 كلمة. وياريت ولا نزود ولا ننقص في عدد كلمات أو نلخبط في عناصر ولا أي حاجة. وطبعا ما ننساش النتائج والملخص، وأهم حاجة المصدر. ايه هو المصدر؟ المصدر اللي احنا جبنا منه المعلومة، يعني مثلا او من على المكتبة الرقمية او بنك المعرفة. واللي مثلا هيقول مش عندي انترنت اجيب منه البحث، كتاب المدرسة معاك، وكل حاجة يعني متوفرة. ولازم البحث نعمله بورقة وقلم او الموبايل او من على الكمبيوتر او اللاب او اي حاجة. واللي مش هيقول مثلا انا مش هعرف اكتب كده هيكتبه بالورقه والقلم. ويا ريت يعني نصيحه، محدش يقولك اكتب البحث او انزل اكتبه في مكتبه او اي حاجه، لان الدكتور طارق شوقي قال امبارح ان هو هيتعمل اختبار شفوي في اول شهر سبتمبر، عشان يعني للمعرفه ان الطالب قال هو اللي كاتب البحث ولا لا. فياريت كلنا احنا اللي نكتب البحث لوحدنا، ومحدش يساعدنا فيه ومحدش يكتب لنا حاجه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.